السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي رحمة السيد صلاح زكي، مدرسة تربية فنية، عندي 30 سنة ومن مدينة مدغمر. الفكرة اللي معايا النهاردة اسمها جورنال أرت، ودي عبارة عن مجلة فنية أو أجندة بتحتوي على صور وأشكال مختلفة ممكن أجمعها مع بعضها عن طريق إن أنا بدخل معاها فن كولاج وشغل خامات بيئة. الفكرة دي جات لي إن أنا كان عندي خامات كتير مستهلكة وحبيت أعمل لها إعادة تدوير عن خامات مستهلكة زي كرتون وزي ورق جرايد وقصاصات قماش، أنواع الأقمشة كلها حرير وستان وورق جرايد، وجمعتها كلها مع بعضها عن طريق فن الكولاج وادتني شغل اللي هو جورنال أرت. شغل الجورنال أرت ده أصلا عبارة عن مجلة أو أجندة ممكن أكتب فيها الذكريات والأهداف والإنجازات اللي أنا بحققها، بس عملتها بطريقة عن طريق إعادة تدوير خامات البيئة بطريقة مبتكرة شوية. الفكرة دي أنا ممكن استخدمها عن طريق إعادة تدوير خامات البيئة عن طريق ربط الحديث بالقديم، يعني مثلا في هنا أفكار للجرايد من الثمانينات والسبعينات ممكن أستعيد المعلومات الموجودة فيها وتبقى فكرة عندي الأجندة، واستفاد بالمعلومات والأفكار القيمة والقديمة اللي موجودة عندها. ممكن أسجل في الأجندة دي الذكريات والأهداف الموجودة عندي بشكل جمالي وبشكل غير تقليدي خارج عن المألوف. انا هشرح لكم دلوقتي فكره عمل من ضمن الاعمال الجورنال دي. عباره عن جورنال هنديه، طبعا كلنا عارفين ان الجورنال الهنديه الوانها صارخه، استخدمت فيها بعض قصاصات الاقمشه وشغل تطريز الخرز الهاند ميد وبعض اللي هي قمشه الستان دي. هنشوف شكلها من جوه عامل ازاي. بنفتح كده الشكل الداخلي. الالوان الهنديه ممكن استخدم فيها الطباعه زي الطباعه على القماش، دي طباعه على قماش دبلان ابيض، استخدمت فيها الوان الطباعه زي اسمها الوان البيجمنت بطريقه الملامس والسطوح. بعد كده رحت مستخدمه استيكر بعبر عن الوان صارخه ممكن اكتب عليه من خلف. بعد كده استخدمت الاقمشه الهنديه طبعا. بعد كده استخدمت الورق اللي بس عملت عليه تاتشات تاثير على السطح، تاتشات بالوان صارخه. الكتابه طبعا هتبقى هنا، كتابه الذكريات والاهداف او اي حاجه انا احب اهديها او اكتبها. ده شغل فوم، دي عباره عن ستيكر هندي. ممكن اغير برضو الفكره من ستيكر هندي الاجنبي حسب الطلب او حسب ما هو مطلوب مني. دي فواصل معموله بشغل التطريز، دي اجنده صغيره او نوته ممكن اكتب في قلبها الحاجه اللي انا حابب اسجلها عندي. دي فواصل برضو بالقماش، وده فوم، ودي ستيكرز هندي. ده شغل كولاج عبارة عن تجميع صور من مجلات وورق الجرايد، وبدأت بعملها بشكل متداخل بحيث ان هي تديني شكل مختلف. ده شغل قطيفة بالقماش، ده عبارة عن تعتيق للورق معمول بالالوان، وممكن اعمل التعتيق بخامات طبيعيه زي العصاير وزي الشاي والقهوه. ده ستيكر برضو، وده شغل بالكرتون، ودي نوت صغيره جوه الاجنده جوه الجورنال ممكن اسجل فيها. دي ستيكر، ده عباره عن قصائص قماش ستان ومعمول فيها تدخل لوني، واللي هنا التطريز موجود معايا برضو بالخط الهندي. وبرضو ممكن استخدم الاستيكر اللي يدل على الجورنال الموجود عندي عشان تحقق لي الهدف من الجورنال. الشغل التعتيق هنا في الجورنال ده مختلف شوية، عاملة تعتيق بالكركم بخامات طبيعية بمواد طبيعية، يعني جبت الكركم وقعدت حطاه في مية سخنة وحطيت في قلبها الورق ده. الورق ده كان أبيض سادة، رحت نقع في قلب الورق دون واداني التأثير اللي هو المرخم ده عشان اديني تعتيق للورقة نفسها يبقى شكلها سادة. ده شغل بالقماش طبعا، معروف الهند عنها الألوان الصارخة. شكل التعتيق اهو باين على الورقة بالكركم، واستخدمت فكرة الظرف دي ان انا ممكن احط فيها هنا واكتب فيها الحاجات اللي انا عايزها. ده شغل كولاج عن طريق شكاير الاسمنت والكرتون وشغل المعدن وقصائص الأقمشة. دي ستيكر،
ممكن اكتب هنا برضو عادي في الفواصل، وممكن احط اظرف او ورق هنا ازوده، مفيش فيها اي مشاكل. ده شغل كولاج معمولة عن السنبلة والمعدن، كلها قصائص من خامات البيئة. وده تعديل للورق، الكركم برضو، وهنا استيكر في اول الاجندة بيدل على الاجندة. وده شغل قطيفة،